بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. يعني ولا من باب التغيير إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة الخميس من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 805. المهندس عدلي عايز يحسبها ولو من باب التغيير. طب ما تغير. بص يا أستاذ إبراهيم، ما من حدث يعني المفروض يصدر طاقة إيجابية وفرحة لجمهور الأهلي وفخر للنادي الأهلي ومكسب للنادي الأهلي إلا ويتزامن معه حملة للانقضاض على هذه الفرحة وخلق السلبيات وإثارة العراقيل وخلق المشكلات. الأهلي هيخش في هيلعب كأس العالم للأندية، لا ده الرجاء والمغرب ونستضيف ونعمل ونخش في الشوشرة، وبعدين نبتدي بقى ازاي نقلق جماهير الاهلي. واحيانا بيبقى احنا بنساعد في دي من غير ما نحس. عملنا ماتش كسبنا في اخر ثانيه، النتيجه مقلقه مش عايزه نناقش، لكن ان انا اصورها ان انهيار وتراجع هي يبقى احنا كده بنتخلى عن اثمن واغلى واقوى ثقافه لينا اللي هي ثقتنا في قوة موجودة في الأهلي، قوة كامنة، إن تبقى متأخر بـ8 و9 و10 و12 بونت وتقول الدوري بتاعنا. إحنا بنبقى متقدمين لمجرد تجربة سابقة بفعل فاعل، ها؟ فأنت دلوقتي هيبتدي نغمة إيه بقى؟ بعد التشكيك والبطولة هتتسحب ولا مش هتتسحب والكلام فارغ كله هرتلة، واخد بالك؟ دخلنا في ايه بقى؟ الجدول ومش ممكن وممكن ونادي لا لا، على اتحاد الكوره على المعنيين ان يفهموا الاهلي لما بيروح ما بيقعدش يتفسح، مش رايح في رحله سياحيه، ده بيلعب ماتشات، بيلعب تنافسيه اعلى بكتير من اللي احنا بنلعبها هنا، بضغوط اعلى بكتير، بتوقعات اعلى واهم بكتير، ها؟ ويتخلل السفر رايح وجاي، فما ينفعش بقى يتقال لا والاهلي وش معنى يتاجل له؟ لا، اي حد في هذا الظرف هيتاجل له، ده كلام ومش من حق حد يقول اش معنى، ومش من حق حد بقى يا جماعه يستدرجنا، لان انا في حاجه يا استاذ ابراهيم خطر جدا 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 بقت واضحه جدا. الكثير من الاسماء المدسوسه على النادي الاهلي، وممكن يبقى على فكره واحد وبيغير اسمه ويعمل لك اكتر موقع او جروب، عامل 20 اكونت ويتكلم ويرد على نفسه او مجموعه طايحه في النادي الاهلي. يعني حسابين باسماء، مجاميع اسماء جميله قوي تحس انها بتتعسر عشان النادي الاهلي، وبروفايل اهلاوي وشعار الاهلي. لا 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 لا، لا الاهلي ينفع ولا المدرب ينفع ولا اللعيبه تنفع ولا المجلس الاداره ينفع، وفك الكيس واعمل مش عارف ايه وكلام كله له مبني على معلومات وله مبني على واقع حتى، لان لم يحدث انفاق على النشاط الرياضي وكره القدم زي دلوقتي، والنادي مش شماسي وكراسي. الكلام اللي كان بيتقال في وقت ما، لا النادي كما شراء يعني بطولات وكراسي وشماسي ومكان يليق بالنادي الاهلي، وصفقات ولاعبين وصفقات ولاعيبه، والنادي الاهلي ماشي في كل حاجه. طبعا هو النادي اللي يجيب خبراء يا استاذ ابراهيم اجانب في العاب جماعيه تحت وفوق ناشئين وكبار، ده نادي ما بيفكش الكيس. طب النادي ما فيش مره ما راحش جاب طلبات الاجهزه الفنيه، ودي وعلى فكره عايزين نناقش القضية دلوقتي، هو مين الصح؟ النادي لازم يفرض الصفقات ولا المدرب صاحب الكلمة؟ دي قضية مهمة جدا لازم نناقشها ولازم نحرج كمان المهندس عدلي فيها.